إلى محافظة سوهاج. المحافظة اتكلمت على حقيقة ما تم تداوله خلال كم ساعة اللي فاتوا بشأن استخدام التلاميذ في واحدة من قرى مركز جرجة ماسورة مية، خد بالك بقى، كوسيلة للعبور على ترعة في القرية، وإنه هذا يمثل خطورة على أرواحهم. تعالى واحدة واحدة، محافظة خدوا بعضهم راحوا علشان يعينوا المكان. المعاينة، لا معاينة، أدي الصورة قدام حضرتك. تم التأكد من وجود كبريين على الترعة لخدمة أهالي القرية. المسافة ما بين الكبريين 500 متر، يستخدمها الكل، أهالينا هناك والطلاب. إلا إنه، خد بالك بقى، معاينة لازم تبقى الحقيقة كاملة، ما ينفعش تبقى مجتزأة. إلا إنه، إلا إيه بقى يا عم يوسف؟ أقول لك، لاحظوا إن بعض الأهالي، أيوه، وبعض التلاميذ، أيوه، بيستخدموا الماسورة اللي موجودة في القرية علشان يعدوا عليها كوسيلة للعبور. حلو؟ اللي قدام حضرتك السؤال، يعني هو ده المعبر الوحيد في القرية؟ لا. يعني أنا عندي كباري؟ آه. تنتين بعاد عن بعض يا يوسف؟ لا والله، ده بينهم 500 متر، 3 دقايق تمشية. وتمشية ايه يعني؟ لا تمشية دنجة دنجة كده على الكورنيش، خد بالك. فيجي بقى تداول لإيه؟ الحق، القرية ما فيهاش ولا كوبري، والعيال الصغيرة بتعدي على المسوق. طب ما هو في اتنين. خلينا ناخد معانا على التليفون بالمناسبة المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج. أهلا بيك يا باشمهندس. مساء الخير عليك يا أستاذ يوسف. مساء الفل يا باشمهندس. سادة المشاهدين كده برضو يا باشمهندس، تخلي التلامذة يعدوا على الماسورة. والله يا فندم، أنا عايز أوضح لحضرتك وللسادة المشاهدين موضوع الماسورة. مش تعمل لهم كوبري مش واقع على ترعة، الماسورة دي على مصرف اسمه مصرف المجابرة. ماشي. والماسورة دي عبارة عن منشأة من إحدى منشآت الري اللي بتنقل الحياة، بتنقل المية من الجنب، من الترعة للجانب الآخر فوق المصرف. فاستغلوها بعض التلاميذ والطلبة وعملوا شو إعلامي اللي بيعدوا الناس من على المواسير دي. الماسورة دي أصلا مش معدة لنقل تلاميذ أو لنقل أشخاص، طبعا دي معمولة عشان نقل المية. طبعا داخل قرية المجابرة دي في مركز جرجة في 2 كوبري موجودين زي ما قلت حضرتك. الكوبري اللي جنب المدرسة يبعد عن المكان الماسورة دي 400 متر. الكتلة اللي موجودة كتلة سكنية كثيفة اللي بيعدوا من عليها الطلبة. أخبر حضرتك يعني ما بين الكوبري والمدرسة، معلش يا باشمهندس، يعني استسمحك في لحظة يا باشمهندس، يعدي جوه الزراعات يوصل مجدي للمدرسة. استسمحك لحظة بس علشان تبقى المعلومة واضحة قدام الناس كده، عشان إيه اللي ما سمعش يسمع تاني بعد إذنك. ما بين المدرسة والكوبري 400 متر؟ بين الكوبري والمدرسة 400 متر. 400 متر مش 4 كيلو. لا 400 متر. كده كمل يا فندم، معاك. تمام يا فندم. ايوه. كان السنة اللي فاتت اتعملت حائط غير الحائط ده عشان خاطر نمنع برضو الطلبة، عايزين ندرق عنهم الخطر عشان ما حدش يعني يتجاوز ويعدي على الماسورة ده ويقع في المصرف ده وتلفظ انفاسه ولا حاجة. فعملنا الحيطة، الوحدة المحلية عملت حيطة بالبلوك عشان ما حدش يعدي. جم في بداية المدارس السنة دي وراحوا هادين الحيط. الموضوع برضه شفناه بسرعة، تواصلت مع رئيس الوحدة المحلية المركز ومدينة جرجة على الفور. الراجل تحرك بعماله بالطوب بتاعه وبنى الحيطة تاني برضه عشان ما حدش يعدي على الماسورة. الموضوع عرضناه على قيادات الوزارة عندي، في وكيل أول وزارة ورئيس مصلحة الري ورئيس الصرف. فشرحت لهم الموقف وعرضته. طبعا أنت عارف حضرتك في قوانين طبعا وفي منشورات وزارية منظمة لعمل الكباري والمشايات. فشرحنا الموضوع برضه عشان خاطر احنا في ظل مبادرة حياة كريمة اللي متبنيها فخامة الرئيس السيسي لرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري والمواطن المصري. الوزارة مشكورة وافقت على عمل مشاية آمنة تلبي احتياجات المواطن في هذا المكان. كويس. فعرضت الموضوع على معالي الوزير اللي هو طارق الفي محافظ سوهاج مشكورا، اللي هو سيادة اللواء الوزير المحافظ اللي دايما بيعمل على حرصه الدائم على المواطن السوهاجي. ماشي. وافق على الفور بتدبير الاعتمادات اللازمه لعمل المشاية. حلو.
يعني كده احنا كوزاره وافقنا ومعالي الوزير المحافظ وافق على فل. يعمل المشاية ويدبر الاعتمادات. حلو. رغم ان في كوبريين موجودين. طيب سؤال بقى ما انت عارف يا باشمهندس مجدي، ما هو كله عاوز يصطاد في اي ميه عكره. المشاية هنبدا شغل فيها امتى طيب؟ ده ان شاء الله على الفور الرسومات ابتدت جهزت النهارده والموافقات خدناها النهارده. الكلام ده يعني ما كملش يوم، يعني يوم السبت بالظبط تحديدا، واحنا عملنا المشكله دي وعملنا الحيط عشان نقطع اي حد يخش على البداله اللي هي الماسوره دي، وابتدينا في الاجراءات بتاعتنا. خدنا موافقات الوزاره الحمد لله، ومعالي الوزير المحافظ نبه بالتدبير الاعتمادات على الفور، وهنطرح باي طريقه سريعه بحيث ان احنا نعمل الكوبري الامن اللي هو يلبي احتياجات المواطن رغم وجود كباري كافيه لمرور التلاميذ والطلبه. بس برضو احنا كل بنعمل زي ما قلت لحضرتك في مبادره يعني ممكن نبدا على يوم الاحد الجاي مثلا. المواطنين برضو يكون عايز حاجه وما نعملهاش نعملها باذن الله. يعني ممكن نبدا على الاحد الجاي ولا بعد كده ان شاء الله؟ باذن الله على الفور على طول، خلال اسبوع هيتم الطرح وننفذ فيها ان شاء الله. حلو. وده برضو في اطار ان عندنا كوبريين. اشكرك جدا باشمهندس مجدي ابراهيم وكيل وزاره الري بمحافظه سوهاج. يعني انا عندي كوبريين، كوبري منهم جنب المدرسه ب 400 متر والتاني يبعد عنه ب 500 متر وبرضه عايز امشي على الماسوره. طب اعمل حيطه قدام الماسوره يمين وشمال على الجنبين بتوع المسرح يهدوا الحيطه. طب ايه